أنا هنا، ديوان ضم عدداً من القصائد التي تناول من خلالها الشهيد كينان كيوان ما وثقه من بطولات خلال مشاركته في الكثير من المعارك في ساحات الشرف والكرامة، ليكون 25 من تموز تاريخاً يخلد قصة البطل الشهيد كينان كيوان. الشهيد كينان كان عنده أكثر من تجربة أدبية قبل استشهاده، وعنده أكثر من بحث بالنسبة للشعر والأدب العربي، وعنده بأبحاث الميثولوجيا والأديان، عنده أكثر من ورقة بحثية جاهزين للطباعة، ولكن سبق القدر وما قدرنا نطبعه بوجوده بيناتنا. اليوم نحن طبعنا له أول ديوان، ديوان بعنوان أنا هنا مذكرات شهيد. ديوان هو عبارة عن شعر باللغة العربية الفصحى، أخذنا فيه أو تناول هو فيه معظم الحالات الإنسانية اللي ممكن أنه يحكيها الشاعر بالديوان أو بشعره بشكل عام. حبينا نحيي ذكراه من خلال توقيع كتاب وديوان أنا هنا، لا حتى يظل روحه عايش معنا. توقيع كتاب لأحد أبطال الجيش العربي السوري الشهيد كينان كيوان، هذا الشهيد التي جسد البطولة بقصائده في كتاب من الآن سيوقع بحضور كوكبة من الشعراء والشخصيات والضباط الجيش، ونرجو أن نوفق بهذا العمل القيم الذي قدمه الشهيد البطل التي كان أحد أبطال الجيش العربي السوري بكافة المعارك، ومنها معارك تحرير البادية مع الجيش العربي السوري. الشهيد وإن غاب جسده تبقى كلماته أريجا وعطرا يعبق به كل محفل، ليقول للناس كتبنا قصائدنا بحروف الزمان لنبني بدمنا وطنا هو المعشوق والكلمات.